Sean Diddy Combs. Sean Combs. Sean Diddy Combs. وهضروا ماكم ساكتين ولا خايفين على بلايسكم النقابه. تراك ليست هذا الاسبوع هي مليئه بزاف لي مورسو اللي خرجوا، وكذلك عده احداث وقعت في الراب المغربي والعالمي اللي غادي نطرقوا ليه في هذه الحلقه بكل دقيق. كمثال بوف دادي على ما يبدو قد يلخر ليه عمره غادي يعنق الحريه من بعد، وغادي نشوفوا كذلك عده امور اخرى هي معلي غير تفرج من الاول حتى الاخر باش تخش فيهم كلشي. والا فهمتي مزيان ما تنساش معك ابوني لاشين لايك الفيديو باش تشجعنا نجيبوا فيديوهات كثر. نبداو باول فقره عندنا في هذا الفيديو اللي هي تراكات. قبل ما نكملوا الداري جبت لكم واحد السطو بروديوسر كيعلم كاع الداري اللي باغي يتعلموا الميكساج والماسترينغ. الا كنتي كترابي ولا كدير اي نوع من الموسيقى فراه الدري اللي غينفعك بزاف. كما عارفين نتوما كاملين غندوزو سترينغ كيك، والكونسيبت اللي غيكون هو فيرس فايبس. كيجي واحد الرابر ولا مغني محترم وتنديروا معاه ستريم وتنسجلوا او بي وسترينغ. كما سمعتي او بي كامل، واللي كيخلي هذا الاو بي سبيسيال هو انها خصك تحطها فيرس واحد يعني وانشا. ووسط الاو بي فيما كنكملوا شي تراك كنجيبوا الناس من الشاط وكيقولوا لنا الفيدباك ديالهم على التراك، وتندوزوا التراك اللي موراه باش تشارك سهله. صيفط لينا في انستغرام فري ستايل ديالك ولا التراك ديالك، المهم شي حاجه اللي كتبين فيها ما عندك، والباقي علينا. بدايه اول رابر عندنا في لا ليست اللي هو نامبر بتراك انيستا. كرينيش مال قارون كان غاردي طالون بوجهين فاكي القانون بيتش بحان سقي قالون كان قدي هبالو عارف باش نفخو البالون. من بعد جامشو بزاف الدراري طاح ليهم الريتش من غير فيرا، ونامبر كان من هذوك الدراري طاح ليهم الريتش على بصح، ودابا خاصو يرجع بسم سميتو الى باغي يستافد من الموجه اللي دازت قبل. تراك موسيقيا انا ما عجبنيش مع كامل احتراماتي، اما الكليب مختوم مزيان والفيزيويل 10 على 10. وثاني ارتيست معنا في لاليست هو كريزي فيتش راستي في مورسو يا راسي. ما رانيش صافا غير كنسلكم عليا راسي وما داز عليكم باقي. اول حاجه هادشي ماشي راب، لا فلو ديال الراب لا ريتم ديال الراب لا انستي ديال الراب، ياك عتمان اعتزل كيفاش البلان هنا. ودابا نوبه طوني جانك فيتش كيرا سيفن في تراك 224. اي فيت بين جوج رواب ماشي نفس المدينه ضروري غتلقى واحد ستاك يتعاود اللي هو كيف كازا كيف غابه او كيف كازا كيف طنجه. فهمنا هاد القضيه راه كيف كاملين عندنا البوطه كدير 50 درهم، دونك غير جيبوا لنا شي حاجه جديده ابره. واخا كعجبني التراك موسيقيا، ودابا نوبه الفايب فيت بلوك جي في مورسو. ولا اللي درتها في لاستريت خضرا رازوسكي كي مونستر كوبون كيما كاتانا كوسومي دروغا والكيتامين. هو جزائري جبنا دخلناه في لاليست لانه عجبني التيشيرت ديالو تاع بصح، نقدر نعطيه 7 على 10. ودابا نوبه البنج بتراك اغارس. اول حاجه البنج دار ضريبه كاع هادوك اللي بداو معاه في نفس الوقيته، وراه في هاد الصيف تبارك الله خدم مزيان وما كاينش شي فيستيفال ما مشاش ليه غير بتراك واحد خدم به الصيف كامل، واي ايفينمو كان كيكون حاضر البنج 100%. والتراك هو هواسي ضرب تقريبا حوالي 92 مليون مشاهده على يوتيوب. من كوتي ماركوتينغ البنج هارب تاع بصح على كاع رواب اللي بادين دابا، لانه في الكليب ديالو ما يتسناش هو الادسنس يدخل ليه فلوس، جايب شركات غارسهم في الكليب يربح منهم فلوس انديريكت. ودابا نوبه طوطو في سكاي كامل مصيبه بوحدك نصلي. إليغراندي طوطو العالميه الصات مشرف الراب المغربي فين ما مشى، وديما كيخدم دي بروجي اللي كيهزوا ليه النيفو ديالو وكيحسنوا من ليماج تاعو في الراب العالمي. مثلا هاد التراك اللي سماه في دربي والثاني في الطوندوس لحد الان، ومن بعد 7 ايام من الاستار ديالو ضرب اكثر من 1.5 مليون مشاهده على يوتيوب. الكليب مختوم مزيان، ودابا نوبه اكس 7 كيرا بتراك كازاوي. صاد ضرب غابرة تاع بصح لمدة 6 شهور ما حط شي حاجة، حتى البيبليك أصبح يتساءل أين ذهب هذا. ولكن في الرجوع ديالو حط تراك واعر لا من ناحية الأوديو والفيزيويل، والآن هو التاسع في التوندونس، والبيرفورمانس باش لعب كانت واعرة وهاربة تاع بصح. ودابا نهضرو على المورسو حاتلين للرابر جي إن تي تريبل إكريك. دربك كي دربي وطني بزناس داري تروك فيها كي سربي دوا وسطاف في الحوماش على وسطاد. تيتر 100% اونتي سيستيم، ولكن ترفع له القبعه بكاع الحب لانه ابدع فيه لا من الناحيه الموسيقيه والاختيار المواضيع الساعه، وعرف كيفاش يعالجهم من الجانب النظري والموسيقي كذلك. اما بالنسبه للكليب مختوم ترواد ووصل فيه الرساله كيف ما خاصها توصل. ودابا نوبه اللون بتراك باخيره. عندهم حلمه واحده بغاو يريسكو في طاطيره كاع ما عطاتهمنيش والو ماما افريكا. لون حط هذا المورسو من بعد البلان اللي وقع في نهار 15 سبتمبر اللي كان نهار مأساوي في تاريخ المغرب. الشباب منهم الكبير والصغير يريد دخول مدينة سبتة المحتلة للهجرة نحو أوروبا والبحث عن مستقبل أفضل. ودابا نوبة صار مورسو في هاد البلاد. غاتنا فنان مغربي ود البلاد كابر بخب
حتى هو كيتحصى على بلاده رغم انه فنان وخاصه يكون عايش فيها احسن، والا انه شاف منظر مروع اللي كان في فنادق وكيتحسر عليه. انا ما كنشجع حتى شي شاب على الحريق، حتى شي واحد ما كنقول له سير حرق. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول للدراري هو خدموا على راسكم في الويب، راه المعلومه ولات سهله، راه تقدر تعرف اي حاجه تنفعك باش تدخل فلوس، غير خدم على راسك. ودابا نهضروا على البوم مناب بن شليخ اللي حطات مؤخرا، البوم واعر من جانب الموسيقي، واعر بزاف. عجبني فيه واحد المورسو اللي كان فيه واحد السويتش عالميه اللي هو الموسيقى. ديسك في دقيقة و55 ثانية، طلعة كانت واعرة وفيها واحد الفينيك موسيقي رائع، وكذلك فيت مع طاني في تيتر ماشي سهل. من هار سينات منال مع صوني وهي غادة في العالمية، ومرة مرة كدت تبصم سميتها بأنها عارفة شنو كدير، ودابا نو بالدادة بطراك ما كانت قشروش. لي في الأرض راسي في البيت، كندور على راسي وسط البيس، عمرة في خاوي في داري الديس، نعلي البارة نبوم بي تيبس. هو إشهار شابوان هيدن شوردز، كيف ما كنت قلت لكم من قبل، دادا داخل في المارشي بروفيسيونيل، وكيدير تخيل ليماج ديالو عند البيبليك والمؤسسات الموسيقية تزيد تطلع، والقيمة ديالو تزيد تطلع كشر، لأنه كيخدم على ليماج اللي هي مهمة بزاف. ودابا نهضروا على ليكينزي بتراك بريفكت بيتش. انستري دريل ومورسو تاع الوقت، كتحس به نيمار فوق البيتش، والتيفلو غير جاينا بمورسو ماي لايف. نرجع روز وعام نجيبوها نفم السبع، ما يمتشي دي وخا عليها نلاقي الليل وصباح. حتى التراك من بعد العمل اللي دار مؤخرا وراه طلع الطوندونس من بعد 4 ساعات من الاستار ديالو. انستري تاع التيتر كتحس به فيه الحياة وبحال شي واحد راجع من الموت. واختك حطات مورسو دمص قات الكسام فرق لي بيناتنا فيراج والمنصة، واختك وين فوق لاسيستر كنسر بلاصة. من توجه الكليب ديال هدى كيبان لينا راه غادي في خطوات ثابته باش تولي بحال منال في الجيم، وباش تدخل من داك الباب خاصها توجه للتقاليد ديال البلاد يبانوا في الكليب، ومره مره تحسن من ليماج ديالها باش تزيد تلعب على النوع الموسيقي يكون متجانس بينه وبين الصوره. ودابا نهضروا على نمبر 1 تاعنا اللي ضرب فيت مع اشفار في تراك 30 كي. مورسو اللي هو 29 في الطوندونس من بعد 8 ساعات من الاستار تاعو، واش طوطو في نظركم غيبقى حاكم الراب المغربي من هنا لقدام ولا لا؟ اشنو السبب اللي غيخليه شاد المارشي في السنوات المقبله في حاله الى بقى هو النمبر 1؟ وفي حاله طلعت جينيراسيون جديده حاره تابصه، واش غتحيدو من المركز الاول ولا لا؟ بغيت الراي ديالكم في لي كومونتير. ودابا نمشيو للدوزيام بارتي عندنا في الفيديو اللي هي بلانات. اول بلان عندنا غادي نبداو بهاد الفقره هو ستوريات ديال سبعتهم، لكن صح فيهم الشباب اللي كيسمعوا الراب وكيتاثروا بكاع داكشي اللي كيشوفوا في ستوريات والقباحه. وهضروا ماكم ساكتين ولا خايفين على بلايصكم؟ النقابه نديري لكم حصانه الحاسي الكابا بالعربيه، تحيه لاي رابر مطلع راسو براسو. اللي بغيت نقول هو الحق نقوله في خويا كيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس، باش نحيد عليا المسؤوليه وباش نحيد عليا التقليد. اي واحد كيعرف سبعتهم ولا اي واحد خفاش في مكان تصنت ليا ودي مع هاد الهضره هادي. كاين واحد النوع ديال الروابا في ستوريات ديالهم لي زانترفيو كليبات مهرجانات كيبقاو يبينوا لكم الدروغا الجوانات الطاسه، بنادم كتلقى معاه في الزنق كتلقى ود الناس ظريف حاضر الراس، وكيسوقوا لكم هاد ليماج هادي باش يقضيو المصالح ديالهم. هاد الهضره ما قادر يقولها حتى شي واحد. اللي بغيت نقول لكم هو انهم تياثروا على شباب باقيين صغار 13 عام 14 عام 15 عام. اقسم بالله الا هذا السبب الوحيد اللي خلاني نرجع باش نخلي البصمه ديالي، خلي التاريخ يهضر عليا. ما تخليو حتى شي واحد ياثر عليك، كون انت دير داكشي اللي كتعرف انت، صنع راسك براسك تقدر تكون تحسن منه. هاد النوع هادو راه كيقضيو المصالح ديالهم كيبينوا لكم واحد الصوره اللي ما كتوالمش حنايا الثقافه ديالنا المغربيه. حنا مغاربه، حنا ماشي ثقافه غربيه. المغرب فوق فرنسا هادي الاولى. باش نقول لكم رجعت على اساس واحد، حنا خاصنا نفيقوا اي واحد، اي قصير اي دري صغير اي كيما كان. خويا عندك عشيرك عندك صاحبك قول لي نتلاقاو في لاصال، سير دير اللي كتريني تهلا براسك، كون مزيان تهلا في والديك، اعتق راسك خدم صوفي راسك. بنادم راه كيقدم مصالح ديالو، حنا بغينا كلشي يكون مزيان، غنشوفو شنو راسنا حنا كلشي يكون بخير. ماشي نعتق راسي انا ونوصل ميساج ولا شي حاجه خايبه لبنادم تبعني انا. المهم اللي بغيت نوصل لكم هو اي واحد كيعرفني ولا كيعرف سبعتون ما تاثروش بهذا النوع. خويا تيق بيا سير دير شي حاجه تعتق بها راسك، تيق بيا بالرجوله. اي دري صغير اي قصير ما يمشيش في هذا الغلط هذا، حنا ما
كنعتارفوش بالدروغه ما كنعتارفوش بالبلبليه ما كنعتارفوش بهادشي. البنان بغينا يكون نقي. اه صعيب تقنع دري صغير بان داك الراب اللي كيشوفو في ستوريات والكليبات ماشي كيف ما كيبان ليه في الواقع، راه متغير تماما، راه هو ظريف داك الراب في الواقع لواحد الدرجه ما يمكنش. تقدر تشوفو في ستوريات وكليبات قبيح، ولكن في الواقع راه كيمشي يجيب باليت زيانه من الفران وهو حادر راسو. وتاني بلان معانا هو وينز اللي وقع ليه واحد البلان في التورنات تاع واحد الفيلم، سبو واحد الشخص لانه تعطل باش يتصور ليه مع بنته. كاين واحد سوجي واحد اخر بغيت نوي ليه، كان طرا دابا انت شي دو سمان دابا ولا شي لعيبه بحال هكا. جيتي اون تورناج باش كنصور في الحبوس، وكنا كنصورو في ديكور اكستيريور. ما غنديرش ستوري باش ندافع على راسي. انا هذاك السيد تخاصمت معاه، هذه حقيقه. هذاك السيد خسرت معاه الهضره، هذه حقيقه. ولكن شنو هي لا سيتوياسيون؟ لا سيتوياسيون هو اننا كنا في بلاطو تورناج 3 شهور، حنا كنصورو كل نهار، اللقطه كاينه في الزنقه التعاود مينيموم واحد 15 مره. افيك دي كانوا كلكو بروبليم تكنيك في هذيك اللقطه بارابور للميكرو. انا كان خاصني نجري في هذيك اللقطه وعندي ميكرو لاصق ليا في الشوفي ديالي، دونك ملي كنجري بالزربه تيطيح ليا الميكرو. افكتيفمون دخل واحد السيد البلاطو التورناج اللي نورمالمون ما خاصوش يدخل ليه، طلبني نصور ليه مع البنيه ديالو. البنيه ديالو صغيره، الا كانت كبيره تكون عندها واحد 6 سنين ولا 5، المهم 6 سنين ماكسيموم. جا طلبني، كان داير هو واحد العكاز، كانت رجلو منفوخه حيت واقيلا دار شي كسيده اللي شافيه. قال لي واش تقدر تصور ليا مع البنيته ديالي؟ قلت ليه مرحبا، ماشي ما كاين حتى شي مشكل، نساليو غير هاد اللقطه وانا معاك. حيت كنا تنصورو، كانوا الدراري هازين الكاميرات، كان السيد كان الرايده اللي مكلف بالميكرو شاد لي شوفي ديالي تيقاد ليا في الميكرو. جا السيد بغا يتصور، قلت ليه مرحبا على راس العين، غير هو خاصني نسالي هاد اللقطه وانا معاك. ويطلع فيا وهبط فيه، قال لي شبعتو مرقه؟ شفت فيه بحال هكا؟ قلت ليه شو بالك شريف دوي بحال هكا؟ قلت ليه راه غادي نسالي غير هاد اللقطه وانا معاك، راه انت كتشوف فينا كنصورو. ويقول لي ما عرفتكش انا، راه عرفتك بنتي انت هو ديك. قلت ليه راه ما هضره ما والو، هادي راه غادي نسالي اللقطه وغادي نصور مع بنتك. ويشوف فيه هبط دار بحال هكا ويقول لي انا كاع ما كنعرف، كان راه بنتي اللي عرفتك انت هو ديك كابريو، يلا يلا بنتي يلا. انا نقول ليه شريف ما هضره ما والو هادي. قال لي سير بلا غنتشوه معاك، انا سير بلا غادي نعيط على شوف طبيب دابا غنتشوه معاه. نعال الشيطان بقى غادي تينقر وانا نتفرقع عليه تو سامبلومون. دو معايا بواحد المستوى، طحت معاه المستوى ديالو سامبل. صراحة انا مع وينزا في هاد البلان، لانه انا اللي خاصني نشوف الظروف تاع داك الفنان واش ملائمه باش نطلب منه التصويره ولا لا. وفي حاله الا ما كانتش ملائمه غنحضر راسي ونزيد في حالاتي، نعطي القيمه لراسي. راه عادي، راه فنان كيف ما انت مهندس هو فنان، كيف ما انت بيلوط هو راه كيغني، كيف ما انت يا فنان كترسم لي طابلو هو راه كيرابي. هادشي راه عادي جريب العمل، ما تقدسوش المهنه لواحد الدرجه ما يمكنش. وثالث بلان معانا هو بوف دادي اللي غني على التعريف الراب الامريكي، اللي عاش الحقبه الراب الامريكي والازدهار تاعها تابسطا، وهكذا ذلك عسل البيف العالمي الكابين توباك وبيغي، وكان هو المناجر تاع بيغي وسينا معاه في الليبل تاعهم. ومؤخرا شدوا الاستخبارات الامريكيه والقضيه بانت ليا حامضه تاع بصح، محال يخرج منها هذا المر، لانه التهمه تجاره في الجنس. هو ديجا عنده بزاف الشكايات عند البوليس، يعني الدوسي تاعو مقماح تاع بصح. الا بغيتوا حلقه بالتفاصيل تاع هذه القضيه قولي في الكومونتير. بيبي غانغ متواجد بالمغرب، على ما يبدو بانه كيصور كليب تراك ديالو الجاي. تلاقى بزاف الدراري في الراب بحال دولي بران والديمو وكذلك وينزا. وسونترال سي كيتلاقى باشرف حكيمي في ملعب باريس سان جيرمان، على ما يبدو هناك فيت قاضي بين توتو وسونترال سي. هادشي هما غادي يبداو يأولوا لي باش تاع الراب المغرب، غيبداو يقولوا بان حكيمي غيتوسط لطوطو باش يضرب فيت مع سونترال سي كيف ما تلقوا عليه فاش دخل ضرب سونتر في التيران من قبل. وثالث فقره معانا في هذا الفيديو، اول بلان نهضروا عليه هو طوطو تسرب ليه التراك فيت سامارا اللي كان قال شحال هادي بانه غيدير هو وياه فيوتشينغ. الشطاب يلا خلينا يلا خلينا، واللي زاد فيا غير كل خاك الاخضر واللي صاب كل الى هنا غيكون سهل الفيديو الدراري. الى وصلت حتى الاخر تاع الفيديو ما تنساش معاك لايك ابوني لاشين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايبة بوكو راس لا راس لا راس، كل ليلة متاستة زاد لكوكاينة كانت اللي خلاد راس.